عودة مشاهدينا، وعلى الهاتف معي أيضا الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. دكتور مساء الخير. نور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني هذه المشروعات اللي بتعمل على زيادة العملة الدولارية وبطبيعة الحال استغلال الموارد الأمثل للدولة وتوظيفها في مشروعات مهمة منتجة للدولة بالتأكيد بتساهم في كسب الكثير جدا من الأيادي العاملة. حضرتك تشوف إزاي هذه الأجندة اللي اشتغلت عليها الدولة وأتت بثمرها بمكتسبات زي يعني الإعلان عن شراكة كبيرة كهذه اليوم؟ طبعا بنهني انفسنا، طبعا بنهني الشعب المصري على الصفقه الكبيره دي، يعني اللي يمكن تكون اول مره تحصل في تاريخ جمهوريه مصر العربيه. يمكن اهم ما يميز الصفقه دي استدامه التدفقات النقديه النقد الاجنبي. يعني حضرتك احنا بنتكلم على استدامه وليس مجرد مشروع بنبيع ارض بناخد ثمنها وخلاص، لا احنا بنتكلم على استدامه دائمه. النهارده بنبدا ب 35 مليار جنيه مليار دولار بيتقسموا على شريحتين 15 في 20، ثم بعد كده طول فتره طبعا بيضخ 150 مليار دولار لتنفيذ المشروع، ثم بعد كده طول ما المشروع بينتج احنا بناخد 35% من ارباحه بشكل مستمر مش لتوقيت معين. يمكن دي بتختلف على اي مشروع مشاركه، ان احنا بيبقى لينا حصه بتنتهي بمجرد ما بنستلمها ونبيعها او هكذا، لكن احنا هنا مختلف شويه ان احنا عندنا استدامه في التدفقات النقديه. ثم يضاف لذلك بقى كمان ان احنا بنوفر فوق ال 8 مليون فرصه عمل، وبننمي منطقه الساحل الشمالي طبقا لخطه اقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان احنا بنعمل تطوير واستراتيجيه كامله للساحل الشمالي نستوعب من خلالها فرص عمل واعداد سكان المتزايده اللي عندنا. نعم دكتور مصطفى مدبولي أشار لنقطة مهمة جدا، وهي فكرة أنه هيئة المجتمعات العمرانية حددت بالفعل مدن بعينها على ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، واللي بطبيعة الحال ستطرح أيضا في الفترة المقبلة بنأمل بمشيئة الله وتكون على نفس المنوال، يعني شراكة أيضا كبيرة ومهمة زي ما تابعنا النهاردة. ده الحركة أو الحراك اللي حصل النهاردة بالإعلان عن هذه الشراكة لرأس الحكمة الجديدة، هل بيشجع المستثمرين أيضا اللي بيتابعوا الحركة الاقتصادية في مصر ان هم كمان يستثمروا؟ بالضبط، هو ده يا فندم بيؤكد على المناخ الجاية للاستثمار والاقتصاد في مصر، وبيدعم فكره يمكن الدكتور طارق كان بيشير لده، ان احنا دلوقتي بنؤكد على ان احنا عندنا استثمارات جيده، مناخ جيد للاستثمار، عندنا الاماكن الجيده اللي هي المميزه اللي يمكن مفيش، يمكن راس الحكمه دي مفيش زيها على مستوى العالم، وبالتالي عندنا برضو امثله اخرى بنفس الجوده وبنفس المناخ وبنفس الاماكن الجيده. استمراريه العمل في المناطق دي طوال السنه وليس مجرد فتره الصيف، دي مدن متكامله وليست مجرد شاليهات ومناطق فيلات ومصيف وهكذا، لا بنتكلم على مدينه، خدمات، اسكان، صناعه، مركز ملء اعمال، جامعات وهكذا. يعني فده طبعا بيدعم فكره ان الاستثمار في مصر جيد جدا، والحمد لله يمكن في الفتره الاخيره حجم الاقبال على الاستثمار في مصر وبالنقد الاجنبي كان كبير والحمد لله. مسألة قرب رأس الحكمة من مدينة العالمين، هل ده أيضا بيسهل مناخ أيضا الجذب للمستثمرين أكثر؟ تفضل. جدا جدا، لان احنا حضرتك احنا دي الاستراتيجيه، احنا من 2014 حطينا استراتيجيه كامله للساحل الشمالي فيها حوالي تقريبا خمس مدن، احنا بنتكلم دلوقتي على مدينتين فقط، مدينه العالمين ومدينه راس الحكمه، في تكامل هيتم ما بين المدينتين. احنا عندنا في راس في كمثال يعني بسيط، احنا عندنا في العالمين 5000 فدان منطقه صناعيه، اظن دي هي اللي هتقوم كل الصناعات المطلوبه في راس الحكمه، في تكامل ما بينهم، ودي عباره عن اقطاب تنميه، كل قطب من دول بياخد تنميه المنطقه اللي حواليه بالكامل وبيساعد على التكامل مع باقي المدن المجاوره ليه. في نقطة مهمة حضرتك برضو يعني تزيد في الشرح فيها، النهاردة احنا تابعنا طبعا العنوان الأول لهذه الشراكة وهذا المؤتمر هو استحداث مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة وتم الإعلان عنها، أيضا تنمية مدن موجودة أصلا أيضا ساحلية، التنمية للمدن الموجودة أصلا ممكن تشمل إيه يا دكتور؟ احنا فنن كل احنا عندنا الاستراتيجية عبارة عن شقين، في شق تطوير للمدن القايمة، ويمكن ده ظهر في مدينة زهرة العالمين اللي هي مجاورة لمدينة العالمين الجديدة. مدينة زهرة العالمين دي مدينة قايمة حصل فيها تطوير، استفادت جدا من مدينة العالمين وانشائها، فبالتالي يحصل عندنا الجزء اللي هو الخاص
بتطوير المناطق القائمه وانشاء مدن مستحدثه زي العالمين. مساله تطوير المناطق القائمه اصلا بيعتمد على ايه او ايه الاطر الرئيسه ليه؟ بالنسبه لايه بيعتمد على نفس يعني خطته الخطه الخاصه بيه للتطوير يعني كانت شامله ايه؟ الخدمات الطرق في عندنا طبعا الطرق الرئيسيه اللي بتخدم المناطق دي يعني يمكن برضه دكتور رئيس اشار لتوسعه الطرق اللي تمت في الساحل الشمالي كمثال يعني طبعا عندنا هنا في القاهره احنا طورنا مناطق بالكامل نقلناها نقله مختلفه تماما من مستوى الخدمات مستوى التعليم مستوى الصحه حصل فيها نقله متكامله في خلال الفتره اللي فاتت يمكن الناس كلها شافت المناطق دي بعينيها. هو الدكتور مصطفى مدبولي بالحديث وبالاشاره لكلامك اشار لي القطار السريع من السخنه للسلام وقال انه بيفيد جدا يعني هذه اللوجستيات بتفيد جدا حتى رؤيه المستثمر للدوله المصريه وتحدث عن الكثير من الطرق فعلا واللي بالتاكيد بتزيد الاستثمارات ده كل فن بيدعم فكره تطوير المدن دي وانشائها والترابط ما بينها وبين بعضها بحيث ان حضرتك بتبقى عندك سهوله في ان انت تقدر تنقل في المكان الجديد وعندك مواصلاتك وعندك اساليب النقل الذكي الجديده اللي طبعا الدوله المصريه طرحتها ولا تخفى على احد كل الناس شايفين حجم الانجاز فيها يمكن ده كله طبعا بيساعد على تنميه المدن الجديده وتطوير المدن القائمه. وحجم التدفق السياحي بنأمل بمشيئة الله في هذه المناطق اللي تم عقد الشراكة فيها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا. دكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية شكرا لحضرتك.